يقول: أنا طالب علم وأرغب في تكوين مكتبة دينية في منزلي، فهل لكم أن تدلوني على الكتب المفيدة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الكتب هي جعل طالب العلم، وتكوين المكتبة في البيت هذا من أهم وسائل طلب العلم، وربما يتعدى لك هذه المكتبة إلى الذين يقرؤون من الرجال والنساء في البيت. الكتب التي نوجه سكتنائها كتب كثيرة ولله الحمد، أهمها كتب التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل، تفسير الإمام ابن جرير الطبري، تفسير الإمام ابن كثير، تفسير الإمام البغوي، تفسير ابن عطية، وتفسير القرطبي، وأضواء البيان لشيخنا الشيخ محمد الأمين السنديدي رحمه الله، وكذلك تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وفي كتب العقائد أيضا كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب العلامة ابن القيم، وطرح الطحاوية العز بن أبي العز الحنفي، كتب السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لنازلي، وكتاب السنة اعتقاد السلف اللالكائي وغير هؤلاء، وكتب العقائد المكتوبة على منهج السلف الصالح. وفي كتب الحديث يبدأ من بلوغ المرام وشرحه سبل السلام، إلى المنتقى وشرحه نيل الأوطار، إلى الصحيحين شرحيهما الحافظ بن حجر والحافظ النووي، كتب السنن الأربع وشروحها، وكذلك شرح السنة للإمام البغوي، كذلك جامع العلوم والحكم شرح الأربعين النووية وتكملتها للحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله، كذلك رياض الصالحين وشرحه، إلى غير ذلك من كتب السنة ما أمكن. وأما في كتب الفقه مثلا في الفقه الحنبلي يبدأ من متن الدليل وشروحه، إلى شرح الزاد، متن زاد المستقنع وشرحه، الروض المربى، شرح المنتهى، شرح الإقناع، كشاف القناع، الكافي لابن قدامة، المقنع للإمام ابن قدامة وشرحه، الشرح الكبير لابن أبي عمر، المغني الموفق الدين ابن قدامة، شرح الزركشي على مختصر الخرفي، الإنصاف في بيان الراجح والمرجوح في المذهب، هذه كتب الفقه على المذهب الحنبلي. وكذلك ما تيسر من الملاهب الأربعة، من كتب الملاهب الأربعة مهما أمكن الإنسان أن يقتني منها. وأما في اللغة العربية فمثلا الملحة شرحها، والقطر، قطر الندى وشرحه لابن هشام، الألفية وشرحها لابن عقيل، هذه كتب المسلم بحاجة إليها. كذلك كتب اللغة مثل قاموس المحيط ولسان العرب والصحاح اللغة للجوهري، كل هذه مراجع للغة العربية. بالنسبة للسيرة لو تكرمت، السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب السيرة لابن هشام شرح الروض الألف، وزاد المعاد في هدي خير العباد للإمام العلامة ابن القيم، مختصرات السيرة مثل مختصر الشيخ عبد الله بن محمد، مختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مختصرات السيرة جيدة، كتاب السيرة لابن كثير، هذه في كتب السيرة النبوية. وفي مثلا علوم الحديث هي نخبة الفكر وشرحها للحافظ بن حجر، فتح المغيث شرح الحديث العراقي. جزاكم الله خيرا. ماذا عن كتب الأحكام التي كرمتم؟ ذكرنا كتب الأحكام من الفقه ومن السنة النبوية، مثل البلوغ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والمنتقى من أدلة الأحكام، هذه كلها في أحكام الفقه، تبدأ من الطهارة إلى آخر أبواب الفقه. ومعاني باستنباط الأحكام من القرآن الكريم الذي كرمتم؟ مثلا كتاب أحكام القرآن للحافظ الإمام ابن العربي المالكي، هذا كتاب جيد في بيان أحكام القرآن، وأيضا القرطبي رحمه الله تفسير القرطبي هو يعتني بأحكام القرآن، وكذلك أضواء البيان للإمام شيخنا الشيخ محمد الأمين السنديقي أيضا يعتني بالأحكام القرآنية، الأحكام الفكرية من الآيات القرآنية. جزاكم الله خيرا.
إذا ترون أنها كافية عن تلك الكتب التي عنيت بآيات الأحكام؟ هذه عنيت هي نفس الكتب اللي تسمى تفسير آيات الأحكام مأخوذة منها. مأخوذة منها. هي المصدر وهي المرجع. مثل كتاب الأحكام للجصاص الحلبي. مثل كتاب الأحكام للهراسي. كلها من هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.